طيب معالي الوزير، أنت رجل الآن لقي التقيتك ببغداد، خدمتك بالموارد المائية أكثر من 45 سنة، أنت رجل تكنوقراط في الحكومة. 54 سنة. نعم. يعني رجل عندك خبرة. نعم. الآن أصبحت وزير، لفت انتباهك. نعم. بكل الحكومات التي. نعم. مرت والوزارة التي تشغل أنت الآن وزيرها. نعم. أن الحوارات واللقاءات التي دارت. نعم. على مستوى الحكومات والوزارات بين الجانب الإيراني والعراقي والتركي بقيت في إطار التفاهمات ولم ترتقي إلى مستوى الاتفاقيات. لماذا لا تعقد اتفاقيات؟ نعم. التفاهمات تنكر، التفاهمات تمزق، ليش ما وصلنا إلى مرحلة. صحيح. الاتفاق. صحيح. الملزم بالقانون، ليش؟ نعم. الحقيقة هذا سؤال وجيه، والواقع هو يعني مع الأسف أنا أقول، أنا أيضا معايش موضوع التفاوض مع جارتي من 2006، يعني وليس الآن، من 2006 أنا كنت أشترك مع السادة الوزراء في موضوع التفاوض. أستاذ نجم، لا تنسى هناك إرادات سياسية من دول الجوار. كلش عجبتني صراحتك عندما سألتك أنه لماذا لا تكون هنالك اتفاقيات، قلت هنالك إرادات سياسية تعطل هذا. نعم. ما زالت هذه الإرادات. نعم. السياسية تدافع عن المصالح الإيرانية والتركية على حساب مصالح العراق، والتي تمنع التوقيع على اتفاقيات. لا توجد، يعني أنا ما أذكرت الإرادات السياسية في كل الدول، يعني سواء كان لدى تركيا، لدى إيران، وحتى لدى العراق بعض وجهات النظر. تعرف أنا أستاذ نجيب، الحقيقة أنا لست مختصا في السياسة، أنا مختص في جانب مهم وهو الموارد المائية. نعم. أنا أنطلق من حاجة العراق إلى هذا المورد. نعم. أن يكون مورد مستقر ومورد صحيح ودائمي ومستدام، يعني على مدى السنين. أنت ذكرت هذه بلاد الرافدين، هذا بلاد النهرين، هاي النهرين العظيمين يجب أن يبقيا بالحياة، وحياة منتعشة وليست حياة بائسة، حياة مريضة مثل ما نرى التداعي في ذنائب. نعم. هذه الأنهر حاليا. احنا نريد نهرين لها قيمتها. هذه ذكر رئيس الأمم المتحدة في زيارته السيد غوتريش للعراق، قال هذين النهرين هي ملك العالم وليس ملك العراق. احنا من هالمنطلق هذا، اذا العالم يجب ان يصطف مع العراق. طيب. من اجل ان يبقى هذين النهرين خالدين الى الابد.